مبروك يلي دايما ترفع الراس بفعولك واسمك فرض احترامه يا الحر بندر من سفر طيب لمسات يا ابو الشجاعه والفخر والزعامه لكل جديد وحصري مبروك نلت الترقيه وكل نوماس رتبه عقيد تزهاك عز وكرامه مبروك يلي دايما ترفع الراس بفعولك واسمك فرض احترامه يا الحر واستوديو لمسات رنين طيب اساس يا ابو الشجاعه والفخر والزعامه مبروك نلت الترقيه وكل نوماس رتبات عقيد تزهاك عز وكرامه خذيتها بجدارة وبعز واستوديو لمسات رنين لكل جديد وحصري وبثقة وعلم وفعل وشهامة مبروك يلي دايما ترفع الراس واستوديو لمسات رنين يا الحر لكل جديد وحصري طيب أساس يا ابو الشجاعة والفخر والزعامة مبروك نلت الترقية علقت تاج فوق قلم ثاني نبراس ونجمة تلامع كزرق الغمامة انت العقيد الصارم اللي ما تحتاج واستوديو لمسات رنين واصرح الزعامة كفو يا ابو بسر وفيك بين هالناس نفخر وكل جاك يطلب سلامة يا ابو الشجاعة في المواقف والباس لك وقفة على وذكره مع الناس باقي وبطيب الفعل يفكر مقام ومك تفخر فيك وبطيب الغراس أم الكرم والطيب حازة وسامة وزوجتك تشعر لك بإحسان بس تفتخر ولا تجيها ملامة نفن سعاد غضاها من مقياس دي أم سفر بنت الشيوخ النشامة مبروك يلي واستوديو لمسات رنين طيب أساس يا ابو الشجاعة والفخر والزعامة مبروك نلت الترقية كل نمر رتبات عقيد تزهاك عز وكرامة خذتها بجدارة وبعزم نباس واستوديو لمسات رنين علقت تاج فوق قلم ثاني نبراس ونجمة تلامع كزرق الغمامة انت العقيد الصارم اللي ما تحتاج افخر بك الرتبة واستوديو لمسات رنين كفو يا ابو بسر وفيك بين هالناس نفخر وكل جاك يطلب سلامة يا ابو الشجاعة في المواقف والباس لك وقفة على العادي قيامة طبت مع العلم واستوديو لمسات رنين رمز الكرم والجود لكل جديد وحصري بس تفتخر ولا تجيها 05-02-19-3-2-3-5 شيوخ النشامة لمسات رنين.